نفذت قوة دفاع البحرين اليوم المرحلة النهائية العملية لفعاليات التمرين الثنائي جسر 17 بمشاركة سلاح البحرية الملكية البحريني والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا وجرى تنفيذ فعالية تمرين جسر 17 بمشاركة عدد من القطع البحرية الحربية وقوارب الأسناد ومجموعة من الطائرات العمودية وعدد من المجموعات المقاتلة. يهدف التمرين إلى تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل في مجال الأسلحة البحرية وتبادل المعرفة والتجارب العسكرية والخبرات القتالية بين الجانبين، والعمل على تعزيز القواسم العسكرية المشتركة لوضع مفاهيم موحدة بين الطرفين، إضافة إلى وضع الخطط المشتركة المناسبة من أجل توحيد العمل العسكري في هذا المجال الحيوي من خلال الإجراءات التطبيقية العملية الميدانية. ويأتي هذا التمرين البحري امتدادا لسلسلة تمارين جسر التي تنفذ بصورة دورية بين الأسلحة البحرية لكلا البلدين الشقيقين.